مشاهدينا المزيد من التفاصيل والمتابعه والتحليل حول ما كان وما هو متوقع من سيناريوهات تجاه هذه الحرب وموقف الاداره الجديده من هذه الحرب. سنان انضم الينا مباشره من موسكو دكتور محمود الافندي المحلل السياسي. دكتور محمود، بدايه بعد التحيه، يعني تقييمك على مدار العامين الماضيين لاداء الاداره الامريكيه اداره جو بايدن تجاه الحرب الروسيه الاوكرانيه والدعم المفتوح وخزائن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي وجهت لدعم هذه الحرب في أوكرانيا. أول شيء سيد أوقاتك سيد الكريم والإخوة المشاهدين، بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة الرئيس جو بايدن السابقة دخلت بشكل كبير، يعني دعمت أوكرانيا بشكل كبير وأخذت ما يسمى موقف عدائي من روسيا، أرقام قياسية بالعقوبات. نحن نتكلم عن 27,287 عقوبة، هذا رقم يعني يدخل موضوع الجلسة بالإضافة إلى ما يسمى دعم أوكرانيا بشكل كبير جدا من الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد، لأنه نعلم جيدا أن الحرب تكون هي اقتصادية وعسكرية في نفس الوقت. يعني استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن لا تسقط أوكرانيا اقتصاديا لأنها بلد تحارب، ونعلم أن أوكرانيا اقتصادها ليس كبير جدا، لذلك حتى لا يحصل أي هناك يعني تبلل أو ما يسمى عدم استقرار في داخل أوكرانيا. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية أخذت موقف عدائي وبنفس الوقت موقف داعم كامل لأوكرانيا، ولكن هذا الموقف أصبح يعني تحول إلى حرب استنزاف، وفعليا وصلنا إلى مرحلة كانت قبل الأخيرة من حصول أو من الدعم الكامل لحصول الحرب العالمية الثالثة. يعني الوصول للحرب العالمية الثالثة لم يبقى شيء لدعم أوكرانيا غير الصواريخ بعيدة المدى، يعني كل الأسلحة، كل أنواع الأسلحة قدمت لأوكرانيا، الطائرات، الدبابات، المدرعات، منظمات الدفاع الجوي، كل شيء قدم، لم يبقى غير التدخل المباشر بمواجهة روسيا. لذلك درى فعليا تراجع الإدارة، ستكون إدارة مهما كانت إدارة جديدة، إن كانت هاريس أو كانت ترامب، كانوا سيتراجعون عن دعم أوكرانيا، لأن فعليا حرب الاستنزاف التي يعني كانت بين بالوكالة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وصلت إلى حد يمكن أن يحصل تصادم مباشر، وهذه كارثة على الكرة الأرضية. لذلك أنا في رأيي إن كان حتى لو كان خالص كسبت الانتخابات لكانت الإدارة الجديدة تغير دعمها لأوكرانيا، هذا أمر أصبح معروف، لأنه حرب الاستنزاف والحرب الشاملة التي خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا خسرتها فعليا. يعني هم اهدافهم الاساسي كانت انزال هزيمه استراتيجيه لروسيا والعزل السياسي والاقتصاديه، نرى ان روسيا استطاعت ان تصمد اقتصاديا سياسيا، واكبر دليل مجموعه البريكس الاخيره او اجتماع البريكس الذي اعطى رساله الغرب ان روسيا غير معزوله سياسيا، اقتصاد روسيا ينمو حتى لو بشكل كبير ولكن ينمو، يعني الان هو اقتصاد روسيا اصبح الرابع في العالم، هذا امر مهم جدا، عندما كان قبل العمليه العسكريه السابع وصلت ثلاث يعني ثلاث نقاط تقدم، هذا امر جيد لروسيا، بالاضافه ان العزله السياسيه فشلت بشكل كامل، لذلك انزال خساره استراتيجيه لروسيا اصبح هدف غير يعني غير 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 واقعي، بينما روسيا استطاعت ان تهدم يعني ما يسمى تحرق كل الاسلحه الامريكيه على الاراضي الاوكرانيه التي كان لها دعايه، حوالي سبع منظومات باتريوت، هذا رقم كبير جدا، كل انواع الدبابات، كل انواع الاسلحه احترقت في اوكرانيا، يعني حتى الدعايه للسلاح الامريكي انه دلع سلاح لا يقار احرق، حتى الطائرات F-16 من اول ما انطلقت بعد خمس دقائق تم انزالها، لذلك لا نرى الان على سماء اوكرانيا اي طائره F-16. لذلك الان بالنسبه لحرب الاستنزاف انتصرت روسيا، فكي اداره كانت ستاتي للبيت الابيض كانت ستتغير مواقفها من هذه الحرب الاوكرانيه، يجب ايقافها والا ستبدا حرب عالميه ثالثه. لذلك انا في رايي هذا العامين اللي كانوا هي كانت حرب بالوكاله، حرب هجينه خسرتها الولايات المتحده الامريكيه. دكتور، يعني الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد كانت تتابع وتحلل وتراقب كافة الأجهزة المعنية بداخلها هذه الحرب ونتائجها والإخفاقات المتكررة والمتتالية، لماذا إذن أصرت الولايات المتحدة على هذا الاستمرار في هذا النهج وهو نهج الدعم برغم ما تتكبده من خسائر وبرغم علمها الأكيد بأن روسيا مصرة وستظل تحافظ على أمنها الاستراتيجي؟
الثقة العمياء في الإدارة الأمريكية وحلفائها كان في ثقة عمياء أن هذه الحرب ستنجح وسيقومون بهزيمة روسيا استراتيجيا، وهذا ما قاله رئيس الوزراء الهنغاري عدة مرات، أن لم يكن لدى الولايات المتحدة الأمريكية خطة ثانية في حالة فشل. دائما عندما تخوض حرب عسكرية، أي حرب تخوضها يجب أن يكون لديك خطة بديلة في حال فشلت، ولكن دخلت الولايات المتحدة الأمريكية في حرب مع روسيا بدون خطة بديلة أو خطة احتياطية. هذا ما أدى إلى استمرار الدعم، يعني هذا أحد نتائج التخبط في الإدارة، واستمرار الدعم هو نتيجة عدم وجود خطة موازية في حال فشل الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه قطعوا فعليا كل الأوصال مع روسيا. نعلم جيدا أنت في حال فشلت في حرب يجب أن تكون خطة بديلة بالتفاوض نوعا ما بالضغوطات، ولكن عدم وجود هذه الخطة بالفعل أوصلت الولايات المتحدة الأمريكية لهذه الدرجة. دائما نعلم جيدا أن الخطة باء بالأصل ليست تكون موجودة، لذلك نرى ما يحصل الآن. دكتور، يعني دونالد ترامب حتى قبل بدء حملته الترشيحية للانتخابات الأمريكية كان ينتقد سياسة الديمقراطيين في اتجاه هذه الحرب، وأثناء حملته بالفعل كان يصرح بأنه سيوقف هذه الحرب وأن الولايات المتحدة لن تستمر في دعمها لأوكرانيا. يعني برأيك ما هي الآليات والأطر التي يمكن أن تتبعها الإدارة الجديدة في هذا في ظل هذا النهج؟ يعني سؤال سيد الكريم، انا بالنسبه لي هل برايك ان الولايات المتحده الامريكيه لو كانت اوكرانيا متقدمه في الميدان هل سكان ترامب سيعد هذا الوعود؟ بالعكس، كان زاد الدعم العسكري لاوكرانيا، لانه يعني اذكر الاخوه المشاهدين ان رئيس ترامب عندما وصل الى السلطه هو فعليا من سرح اوكرانيا لمده 4 سنوات، وهو من دعم اوكرانيا بعدم الالتزام باتفاقيه بيس، لذلك قامت حرب. المشكلة أن الرئيس ترامب هو إنسان متألق ويحاول أن يغير الوقائع، ولكن فعليا من أوصل أوكرانيا إلى الحرب هي إدارة رئيس ترامب وليس إدارة رئيس بايدن. حتى ندخل في الأمور، يعني الحزمات الأسلحة التي كانت تصل إلى أوكرانيا هي بفوت الكونغرس، ودائما كان هناك موافقة كاملة من الجمهوريين والديمقراطيين، حتى لا ندخل في متاهة أن الجمهوريين يريدوا الحرب مع روسيا. بالفعل الجمهوريين أكثر شدة من الديمقراطيين في التعامل مع روسيا، ولكن الآن يمكن بحالة الفشل أن يبدأ الرئيس ترامب بما يسمى أن يقول أن أنا لست مذنب، والمذنب هي الإدارة الأمريكية السابقة، وسأقوم بتصحيح الأمر. ولكن هل تملك الولايات المتحدة الأمريكية أدوات لإيقاف الحرب؟ الولايات المتحدة الأمريكية في تاريخها لم تطفئ أي حرب ولم تنهي أي حرب، دائما إما تجمد أو تهرب من هذه الحرب. إذا كانت حرب مباشرة تهرب، إن كان في أفغانستان هربت، في فيتنام هربت، والآن ستهرب من العراق أيضا، أو تجمد الصراعات كما حصل في كوريا الشمالية، كما حصل في الشرق الأوسط، تجمد الصراعات لمصلحة حليفها. يعني هذا ما تقوم فيه الولايات المتحدة الأمريكية. فالولايات حتى الدولة العميقة لا تعلم ولا يسعد أدوات كيف تستطيع إيقاف الحروب. لذلك روسيا قالت عدة مرات للرئيس ترامب وأوجه الرسائل للرئيس ترامب، أهم شيء بالنسبة لروسيا هو ما يسمى الأمن القومي الروسي، يعني بالنسبة لروسيا يجب أن تكون أوكرانيا دولة محايدة على الأقل. هل ستقبل الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الشيء؟ هنا بدأت الأصوات من إدارة رئيس ترامب أنه سيفوض السلام بالقوة. كيف يفوض السلام بالقوة؟ أن يهدد روسيا في حال إذا لم تقف الحرب سأضربك بالأسلحة النووية، إذا روسيا ستضرب بالأسلحة النووية، يعني حرب عالمية ثالثة، أين وعد رئيس ترامب؟ كيف ستفرض السلام بالقوة؟ لا. يعني روسيا ليست دولة ضعيفة وليست دولة يضغط عليها، روسيا تحارب أجل أمنها القومي. فأنا في رأيي الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك الأدوات، لديها أبناء واحدة فقط، أن تعترف بخسارتها، هذا أمر مهم جدا، وتعطي خارطة السلام لأوروبا وأن تخرج هيمنتها من أوروبا. هذا يمكن يعتبر يمكن لأسترامب أن يقوم بها، لأنه نعلم جيدا أن شعار الولايات المتحدة وشعار رئيس ترامب أجعل من أمريكا قوة عظيمة مرة أخرى، يعني هو يعترف فعليا أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت ليس قوة عظيمة. يجب أن يهتم بالأمور الداخلية والمشاكل الداخلية ويترك الأمور الخارجية. يمكن على هذا الأساس أن تقبل روسيا وعلى أساس خريطة سلام طويلة الأمد في أوروبا، طويلة الأمد، هذا أمر مهم جدا. يعني إدارة أمريكية لا تثق فيها روسيا، أي يعني كل ما بيجي رئيس يخرج من الاتفاقية. الرئيس ترامب لما وصل إلى الحكم
خرج من اتفاقيه نزع الصواريخ بعيده المدى. اتى الرئيس بايدن وقعها مره اخرى. بعد ذلك خرج الرئيس بايدن من معاهده اتفاقيه متوسط الصواريخ متوسط المدى وقصير المدى. الان ترامب يريد الدخول اليها مره اخرى. هذا يعني يعطي للطرف الاخر عدم ثقه بالاداره الامريكيه، يعني بسهوله بتبديل رئيس يخرجون من الاتفاقيات. فروسيا لا تريد خطه مؤقته او تجويد للصراع بحيث بعد 4 سنوات يخرج ترامب الرئاسه وياتي رئيس اخر وتبدا الحرب من جديد. لذلك اهم شيء ان تعترف الولايات المتحده الامريكيه ان هناك عالم وصل الى مرحله انتقاليه، عالم متعدد الاقطاب، ويجب ان تحترم كل الدول وسيادتها. هذا امر مهم جدا. لذلك يجب ان تعترف ان هناك ايضا اباده جماعيه، يعني الولايات المتحده تخسر حلفائها عن طريق دعمها الهائل لاسرائيل، دعمها اسرائيل وعدم والعالم يتفرج كيف تكون هناك اباده جماعيه والولايات المتحده الامريكيه تقول هذا حق على الدفاع عن النفس. اذا لم تبدا الولايات المتحده الامريكيه بتغيير سياستها الخارجيه لن احد يصدقها. ونعلم ان يعني الدول بدات تنظر الى روسيا، بدات تنظر الى نفسها. لذلك راينا هذا التمرد الكبير اللي حصل في مجموعه بريكس. 40-50 دوله اجتمعوا لا يريدون الولايات المتحده الامريكيه، الا يريدون حبا بروسيا كرها في الولايات المتحده الامريكيه وسياستها وهيبتها. لذلك انا في رايي يجب على الولايات المتحده ان تعترف ان العالم تغير والولايات المتحده الامريكيه اصبحت غير دوله مهيمنه كما في السابق. نعم دكتور، يعني بالعوده الى شان اخر من الجانب الاوكراني، اندري سيبيا وزير الخارجيه الاوكراني يعني سبق وهنأ مارك روبيو المرشح لحقيبة الخارجية الأمريكية. هل هذا ونوه أيضا في هذه التهنئة أنه يأمل في استمرار التعاون، هل هو يعول على استمرار الإدارة الأمريكية في دعمها للحرب الأوكرانية أو الجانب الأوكراني كسابقتها الإدارة بايدن، أم أنه ربما يعني يخلق مجالا من التفاوض أو فتح قنوات لتفاوض جديد مع الإدارة الجديدة؟ مجبرا اخاك يا بطل، لا تستطيع اوكرانيا ان لا تتكلم مع الولايات المتحده الامريكيه، هي معتمده عليها في كل شيء. اوكرانيا اصبحت دوله غير منتجه لا في الاسلحه ولا في الاقتصاد ولا كل شيء، اذا ذهب الدعم الامريكي ستستسلم اوكرانيا. فشيء طبيعي ان تقوم اوكرانيا باول بلد هنأ ترامب كان الرئيس زيلينسكي، وان كان وزير خارجيته يقام بالتهنئه ويقول لدينا يعني قنوات مفتوحه، لان اوكرانيا لا تملك غير هذا الشيء، لا تستطيع يعني. الولايات المتحدة الأمريكية هي من توقف أوكرانيا الآن على رجلها، إذا ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية ستعرج أوكرانيا وستقع، خلينا نكون واقعيين، فلا تستطيع أن تتصرف أوكرانيا أي تصرفات أخرى، إلا التقرب للولايات المتحدة الأمريكية والتوسل لها، التوسل، يعني رأينا عندما الرئيس زيلينسكي ذهب وشعر أن الرئيس ترامب يمكن أن يفوز، ذهب إلى الرئيس ترامب وتوسل له، هي دولة متسولة أصبحت، يعني ليس لديها أي سيادة. القرار من الولايات المتحده الامريكيه، قرار الحرب السلم من الولايات المتحده الامريكيه، اذا اوقف الدعم استسلمت اوكرانيا وهذا ما تريده روسيا فعليا. هل هذا لذلك ان يقوم وزير الخارجيه عفوا نعم عذرا المقاطعة، هل هذا يعني يؤكده تصريح زيلينسكي عندما هنأ ترامب بأنه يعمل الاتجاه إلى السلام من خلال القوة، هل هذه إشارة إلى أنه سيخضع بالتأكيد لمفاوضات سلام بحسب توجه الإدارة الجديدة أم ماذا؟ يعني خلينا نكون واقعيين، الولايات المتحده الامريكيه عندما تقرر ستهطأ، بينما هل هاي بالقوه يمكن ان تستخدم سلاح القوه بالنسبه على اوكرانيا، ولكن هل ستقبل روسيا بسلاح القوه؟ يعني انت تتكلم عن اكبر بلد لديها تسلل نووي في العالم، والان بلد لا تريد باي شيء اي تهديد، وانه القوم يجب ان يكون على راس القائمه او راس التفاوض. فهل ستخضع روسيا بالتهديد بالقوة؟ لا أعتقد ذلك. لذلك هذا الأسلوب بالتعامل غير مقبول بالنسبة لروسيا ولكن مقبول بالنسبة لأوكرانيا، لأنه كما قلت عندما تكون دولة تحارب أنت بأسلحة الغير ليس من إنتاجك ودعم الغير سيكون القرار لهذا الغير، يعني لهذه الدولة تدعمك. لذلك الأوكرانيا يمكن أن تخضع، ولكن السؤال هل روسيا ستخضع؟ يعني عدة مرات قالها الرئيس ترامب لما كان قال لم يستطع رئيس بوتين ان يحارب اوكرانيا لان هدته نوويه. هذا الكلام فقط للاعلام، هو انسان خلينا نكون غير 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 عادي، هو الزلمه بزنس مان وبالاضافه عنده شو اعلامي وشو ما يسمى ان كان حلبات المصارعه او ما يسمى ملكات جمال العالم. لا يعني اذا نظرنا سياسيا 95 او 97% من تصريحات الرئيس ترامب لا تاخذها على محمل الجد، هو انسان متالق يريد شو اعلامي معين،
يعني نكذب كثيرا. هذا الكذب عباره ان ندخل ضمن الشو اعلان. لذلك استخدام القوه بالنسبه الى روسيا هذا يعني هزيمه روسيا. لماذا حاربت روسيا 3 سنوات من اجل ان تصبح دوله مستقله وقويه ويجد الرئيس ترامب يهددها بالقوه؟ بالنسبه لاوكرانيا هذا شيء واضح يمكن ان تقبل بذلك لانها هي دوله يعني تابعه للولايات المتحده الامريكيه. لذلك روسيا لا تقبل ما يسمى السلام بالقوه، هذا امر مستحيل، ولن تقف هذه الحرب بالقوه او باسلام استخدام التهديد. تمام. يعني عذر الاطاله دكتور، لكن السؤال الاخير، يعني ماركو روبيو في مقابلات سابقه المرشح للخارجيه الامريكيه وجه الحديث الى اوكرانيا بانها عليها ان تذهب الى تسويه، هل هذا يعني القبول بالامر الواقع وما وصلت اليه القوات الروسيه داخل الحدود الاوكرانيه ويبقى الوضع على ما هو عليه وبناء على ذلك تتحدد التسويه، ام ماذا يعني بهذه التسويه وهذا الاتجاه؟ يعني خلينا اول شيء بارك روبيو كشخصيه هو سيناتر وليس لديه خبره في الدبلوماسيه ولا يعلم اي دبلوماسيه ولا يعمل في المجال الدبلوماسي ولا مره في الحياه. تعيين رئيس ترامب لانسان لا يملك شيء من الدبلوماسيه هذا يعني هروب الولايات المتحده الامريكيه من التزاماتها الخارجيه. هذا امر مهم جدا. لانه يعني بالفعل الولايات المتحده الامريكيه ستبدا الان، انا برايي ان رئيس ترامب بالفعل يبدا يهتم بالشؤون الداخليه اكثر من الشؤون الخارجيه. لذلك كلف الوزارة الخارجية الإنسان ليس لديه أي خبرة خارجية كيف التعامل، كيف تكون الطرق الدبلوماسية. إذا سمعنا تصريحاته على حسب مساحة الشرق الأوسط تصريحات نارية، يعني شبه الفلسطينيين بالحيوانات البشرية وما هو عليه، هذا ليس إنسان سياسي، لا يستطيع إنسان دبلوماسي أن يتكلم بهذا النحو. برأيي أنا تعيين ترامب لروبيو كوزير خارجية هو نوع من أنواع التهرب من التزامات الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية، يعني إما أن تقبل وإلا سأهرب. يعني إما أن تقبل بالاستسلام مع روسيا أو سأهرب. من الواضح خلينا نكون واقعيين أن الولايات المتحدة الأمريكية والدولة العميقة بدأت تعترف بشكل أو بآخر أنها خسرت في الحرب مع روسيا، ويجب الآن التوجه إلى صراعات أخرى، يجب أن ما يسمى أن تصبح روسيا حليفا له في مواجهة الصين. هذا امر مهم جدا، لانه بالفعل الولايات المتحده الامريكيه تريد الان ان تواجه الصين لان روسيا لن تستطيع ان تهزمها، ولكن هل ستستطيع روبيو بالسياسات غير او عدم وجود دبلوماسي ان يضم روسيا او يوقع بين روسيا والصين بعد ان انشئ حلف؟ يعني خلينا نكون واقعيين، هناك حلف اصبح كحلف الناتو موجود في الطرف الاخر بالدول الشرق، هو روسيا وكوريا الشماليه والصين وايران. هذه الدول اصبحت حلفاء عسكريين وتزود بعضها البعض بالاسلحه والتكنولوجيا. هل ستستطيع الولايات المتحده الامريكيه تخريب هذا الحزب تخريب هذا الحلف؟ لا اعتقد ذلك. لذلك يجب على الولايات المتحده الامريكيه او روسيا بالذات هو سيهتم بالامور الداخليه اكثر من الخارجيه، فتعيينه هو نوع من انواع المغامره في العلاقات الخارجيه الامريكيه. لذلك انا حتى الان لم افهم ما معنى تعيين روبيو انسان غير خبير السياسي، حتى تعيين القاضي العام، تعيين رئيس المخابرات العامة امرأة يعني افكارها نوعا ما ليست لديها اي خبرة، وزير الدفاع كل الاشخاص ليس لديهم خبرة في التعامل الخارجي. هذا يعني ان ترامب يريد ان يعمل فوكس على في الشؤون الداخلية والشؤون الخارجية. صدق الولايات المتحدة الامريكية كعادتها تتهرب من التزاماتها عن طريق وضع اشخاص مو بروفيشنال ما نسميهم في السياسة غير ما يسمى نعم. دكتور محمود الأفندي المحلل السياسي، بشكر حضرتك شكر جزيل على هذه المداخلة وعلى هذا التحليل. كنت معنا مباشرة من موسكو على شاشة قناة النيل للأخبار.